ارحب بحضرتك طبعا والكابتن مدحت. عايز اقول احنا بنحط الكره المصريه في مكانها المفروض اللي يكون موجود فيه الطبيعي. الدنيا كلها شغاله كده، ودلوقتي هو ده اخر حاجه الدنيا شغاله. مصر تستحق اكتر من كده بكتير كمان. احنا يعني بنحاول بس ان احنا ايه نشتغل زي الناس اللي سبقونا ونجحوا. عودة الجمهور إلى الملاعب المصرية من خلال مباراة الدوري أمر مهم لكرة القدم المصرية. ده حلم بالنسبة لي زي ما كان الفار حلم. الحلم بس يمكن المعطيات بتاع القصة بتاعت الفار كان في جزء كبير جدا منها معايا. أما المعطيات بتاعت الجماهير انا والدوله ليها كمان حاجات، انها عملت الانفراستراكشر، عملت تذكرتي، عملت نظام الشركه الامن الرياضي، الاستادات جاهزه دلوقتي للاستقبال. اعتقد الباقي بقى على الجماهير والباقي على ادارات الانديه. انا بحلم وان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله عوده الجماهير والوباء اللي موجود ده او يعني الخطر اللي بيحوم الحمد لله ولسه بعيد عننا ان شاء الله ما يأثرش. ان شاء الله في ظل الظروف الطبيعيه وباذن الله يا رب كده. انا بالنسبه لي انا هطلب زياده عدد الجماهير وبطلب دعم كل الشعب المصري اللي وقوف جنب منتخبنا. عايزين نتفرج على منتخبنا بيوصل ويفرح شعب مصر كله. الفترة اللي جاية أنا يمكن أنا بالنسبة لي والله من أول 3 أشهر جيت قلت عايزين أضغط الوقت لو أقدر أخلص حاجات قبل كده وأخد بعضي وأقول لهم لا إله إلا الله. أنا لا عايز يعني الحمد لله يمكن أنا وبتشرف بالمجموعة اللي أنا بتشرف معاها أنا مش عايز حاجة خالص. ولا عايز استمر ولا عايز انا جاي اخدم بلدي، انا جاي اخدم الكره المصريه. بحاول اطبق اللي احنا اتعلمناه واللي احنا عرفناه في علوم الاداره. الحمد لله حطينا على نفسنا تحديات كتيره حتى اكتر من اللي كانت محطوطه من الفيفا. الحمد لله ادي اول انجاز منهم بيتعمل. في اليومين اللي جايين كمان حاجات باذن الله ان شاء الله ربنا يسهل اخلص بقى، ويا ربنا يولي من يصلح ان هو يجي يدير، ويا رب اكون اصبت. سؤال اخير، واجهت ازاي بعض الانتقادات اللي وجهت للاستاذ عمرو الجنايني وخاصه على هامش مباراه السوبر عن العلاقه ما بعد ما بعض لاعبي نادي الزمالك، بعض الصور اللي تم التقاطها والفيديوهات للاستاذ عمرو الجنايني؟ انا عارف ان هو السؤال انت ما تسالتوش، لكن اكيد من خلال كابتن مدحت عايزين نعرف اجابتك على هذه الانتقادات. قوي قوي. حضرتك شفت الفيديوهات دي؟ حضرتك شفت الـ الـ الفيديوهات اللي بتنده لواحد ربنا يشفيه مريض يتعمل انك بتحتفل؟ حضرتك شفت الصور اللي اتجابت بتهني لعيب منتخب مصر في وهو لما وصلنا الاولمبيات؟ بص يا فندم، انا ما ببصش ولا جنبي ولا انا مش شايف غير شغلي، وما بتفرجش على الكلام ده وما بسمعش الكلام ده. وعايز اقول لك حاجه، انا عمري ما فشلت ولا هفشل، وان شاء الله اللي عايزه هعمله وكامل الدعم من كل الناس. هتنجح في انتخابات الزمالك يا راجل؟ الانتخابات انا ولا هنزل الانتخابات ولا عايز حاجه، انا عايز اروح اربي عيالي. يا مساء الانوار.